بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، ننتقل اليوم إلى المثال الثاني، أكسدة الميثان. Methane and oxygen at 25 centigrade يدخل إلى مفاعل مستمر in stoichiometric amounts. هذه العبارة تعني stoichiometric amount معناها الكميات اللي يدخل بها إلى المفاعل هي كما مكتوبة في المعادلة الكيميائية، يعني الفيد نفس مواصفات اللي مكتوب بها المعادلة لإنتاج الفورمالديهايد. الفورمالديهايد طبعا هو HCHO غاز. هذا التفاعل الأول الميثان مع الأكسجين ينتج الفورمالديهايد مع الـ H2O. سايد رياكشن أو التفاعل الثاني، الميثان يتأكسد لإنتاج ثاني أكسيد الكربون والماء. التفاعل الأول هو الرئيسي اللي هو ينتج المادة اللي نريدها الفورمالديهايد، والتفاعل الثاني ينتج مواد غير مرغوب فيها مثل CO2 والH2O. الغازات الخارجة من المفاعل تخرج بدرجة حرارة 400 سنتيغريد، وعدد مولات CO2 في المجرى الخارج 0.15، معناها N دوت للCO2 بالأوت 0.15، and there is no O2 and there is no remaining O2 found in the effluent، يعني لا يوجد أكسجين في المجرى الخارج، يعني N dot O2 بالأوت يساوي صفر، يعني كل الأكسجين يتفاعل. احسب الكمبوزيشن of the effluent gas per mole of CH4 feed in the reactor، واحسب كمية الحرارة المزالة من المفاعل لكل مول من الميثان. نافي هذا السؤال، يجب ان نعرف عدد المولات الخارجة للنواتج، يعني الخارج من المفاعل، وبعدين نسوي الانرجي بالانس، يعني اول مرة ماتيريال بالانس وبعدين الانرجي بالانس. هنا نلاحظ انه يتم مزج الاكسجين مع الميثان في مجرى اللي هو 3، هذا يعتبر القلت، في درجة حرارة 25. الاوت هذه المكونات له، طبعا نلاحظ ما بيها O2 لان الO2 صفر، يخرج بدرجة حرارة 400. في البداية يجب ان نعرف عدد مولات الاوت. طبعا عدد مولات الان الO2 والCH4 هي مثل ما قايل بالسؤال ان stoichiometric coefficient. stoichiometric coefficient معناها مول واحد من الميثان يتفاعل مع مول واحد من الأوتو، التفاعل الأول. التفاعل الثاني أيضا مول واحد من الميثان يتفاعل من مع مولين من الأوتو. نجي نعمل ماتيريال بالانس على الرياكتر كما عملنا سابقا. M دوت هذه دائما دوت وليس عدد المولات، انها تمثل المولر كلوريد. M دوت CH4 بالاوت يساوي واحد اللي هو يمثل ال N، هذه يعني هو يدخل بس CH4 و O2، اذا الميثان واحد ماينس extent 1 لأنه يستهلك في التفاعل الأول،
وأيضا يستهلك في التفاعل الثاني. بالنسبة للأكسجين، الأكسجين أيضا مول واحد، هذه هو الستايكومتريك كوفيشنت، واحد بواحد، طبعا واخذها واحد إلى واحد استنادا على التفاعل الرئيسي، واحد ناقصا اكستنت 1 هذا التفاعل الأول، ناقصا 2 اكستنت 2 لتمثل التفاعل الثاني. الفورمالديهايد ومعناها صفر زائدا اكستنت 1، لأنه ما موجود بالإنلت، موجود فقط بالأوتلت. CO2 M dot CO2 أيضا يساوي صفر زائدا اكستنت 2، وهذا منطقة بالسؤال 0.15. لذلك أيضا ال H2O اكستنت 1 ينتج في التفاعل رقم 1 ويستهل، وأيضا ينتج في التفاعل رقم 2 اللي هو 2 يعني هنا 1 اكستنت 1 وهذه 2 اكستنت 2. من هذه المعادلة عدد مولات ال CO2 دوت بالاوت 0.15 معناها اكستنت 2.15. ايضا من معادلة ال O2 اللي هو صفر، هذه معادلة ثانية، فإذا كانت الإكستنت 2.15 نقدر نحسب الإكستنت 1 راح تكون قيمتها 0.7. لذلك نعوض في المعادلات الرئيسية بعد معرفة الإكستنت 1 والإكستنت 2، فبإمكاننا أن نعرف الميثان والأوت راح يكون صفر، فورمالديهايد CO2 H2O عدد المولات راح تكون بالشكل التالي، طبعا هنا مول بير سكند لأنه التفاعل كونتينيوس 0.15 0.7 0.15، و H2O يكون واحد مول. لحد الآن أكملنا الماتيريال بالانس على الرياكتر. بعد هذه الخطوة بإمكاننا أن نعمل تشيك رياكتر ماتيريال بالانس بالنسبة إلى الإن والأوت، لازم يكون الماس فلو ريت للإن يساوي الماس فلو ريت للأوت، وهذه الطريقة يمكن إجراؤها لأي مفاعل مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة. إذا عدد المولات الأوت معلومة، والإن بالنسبة للميثان كان واحد، وبالنسبة للأوتو أيضا كان واحد، إذا نقدر نعرف. طبعا هذا التفاعل 0.15 لو نحسب عدد المولات الخارجة هاي 0.15 0.15 مع 0.7 راح تكون أكبر من عدد المولات الداخلة، عدد المولات الداخلة إذا نأخذ التفاعلين معا، التفاعل الأول هذه 1 1 2 ينتج هنا 2، هنا مثلا مول واحد مع 2 مول راح يصير 3، يعني إذا نحسب عدد المولات الداخلة حسب المعادلتين، لأن كلا التفاعلين يجرى داخل المفاعل، يعني هذه 1 بواحد بواحد باثنين راح يصير 3 تقريبا 4، في حين إنه الأوت 1 2 3 5، فالتفاعل راح يكون مصحوب بزيادة في عدد المولات، يعني عدد مولات الأوت راح يكون أكبر من الإن، هذا الكلام حسب الستايكيومتريك مع المعادلتين معا. بعد أن عرفنا المولر فلوريت بالنسبة إلى الأوت، نجي نعمل الإنرجي بالانس. طبعا من الأسهل إنه ناخذ الريفرنس تمبريتشر 25 واللي هي راح تكون هي نفسها درجة حرارة الإنلت اللي هو الميثان والأكسجين، الميثان مع الأكسجين بدرجة حرارة 25، يعني المجرى
زاهق بدرجة حرارة 25، في حين المجرى رقم 4 بدرجة حرارة 400. هنا لابد أن نحسب دلتا اتش رياكشن لكل تفاعل. بإمكان حساب درجة حرارة التفاعل إذا عرفنا الهيت أوف فورميشن، لأنه دلتا اتش رياكشن تساوي السميشن مجموع الهيت فورميشن للبرودكت ناقصا مجموع الهيت فورميشن للرياكتنت، وهذه يجب أن تكون معطاة في السؤال. فمثلا هنا معطي الفورميشن للميثان بالنسبة للفورميشن مال الأكسجين صفر، لأنه حرارة التكوين القياسية للعناصر تساوي صفر، وكذلك الفورميشن لبقية المواد. هنا يقدر يحسب دلتا اتش رياكشن 1 الفورميشن مال البرودكت، هذه التفاعل الأول ناقصا الرياكتنت، أو مرات تعطى دلتا اتش رياكشن كاملة كقيمة، يعني دلتا اتش رياكشن 1 ماينس 282 كيلو جول على كيلو جرام. وبنفس الطريقة بمعرفة الهيت فورميشن نقدر نحسب دلتا اتش رياكشن. الإمثال بي يجب أن نعرف السي بي. السي بي هنا منطيها جول على مول كلفن فانكشن للتي، ومرات يمكن يعطيها قيم ثابتة كما أخذنا في موازنة الطاقة للتفاعلات الكيميائية، وهنا أيضا معطي الثوابت لكل هذه المواد. المعادلة اللي راح نستخدمها في معادلة الانرجي اللي هي هذه المعادلة، السميشن مال ان اي دوت في اتش اي، طبعا هذا سبيسيفيك انثالبي، نضربه في عدد المولات لاي مكون للاوت، معناها بين قوسين انثالبي الاوت ناقصا انثالبي الان زائدا، هذه اصلا هو السميشن اكس اي في دلتا اتش اي، معناها دلتا اتش رياكشن 1 في اكستنت 1 زائدا اكستنت 2 في دلتا اتش رياكشن 2. الان دوت لكل مكونة في المجرى الخارج تم حسابها، ان 1 بالنسبة ان لكل مكونة بالان اللي هي الميثان والاكسجين تم حسابها، والاكستنت 1 والاكستنت 2 حسبناها، والدلتا اتش رياكشن اما معطاه او تحسب من الهيت فورميشن. نجي بالنسبه للاوتلت، الاوتلت هو يخرج بدرجه حراره 400، لذلك ناخذ من الريفرنس، هذه 25 معناها ريفرنس وليس انلت، من الريفرنس الى التي اوت سي بي بي بي، هذه السي بي هذا يمثل الانثالبي، وهذا بعد التبسيط طبعا ننتبه للوحدات، هنا ماخذها 425 بدرجة حرارة السنتيغريد، لأنه السي بي كانت بوحدات جول على مول سنتيغريد، إذا كانت بوحدات الكلفن تحول درجة الحرارة إلى الكلفن. هذه مجرد تبسيطات رياضية نقدر نحسب الاتش مثال بي لي الفورمالديهايد، وبنفس الطريقة نقدر نحسب الـ CH4 والـ CO والـ H2O، هذه بالنسبة إلى الـ O. طبعا هتكلمنا عن المعادلة العامة، أو بإمكان نمثل هذا امثال بـ الـ Out بالـ 400 ناقصا امثال بالـ N اللي هو بالـ 25، يعني هذه المعادلة هي نفس المعادلة الموجودة فيه. طبعا بالنسبة الى الان يجب ان نعمل الانتجريشن من 25 اللي هي الريفرنس الى 25 اللي هي درجة حرارة الان، وراح تكون صفر صفر للمادتين اللي هو الميثان والاوتو، راح تكون هذه صفارة، لان احنا كملنا من 25 اللي هو التي ريفرنس الى 25 اللي هي الانلت،
لاحظ هنا هذه عدد المولات 0.15 0.15 0.7 و1، هذه كلها للاوت، والموجود بين الاقواس الصغيرة هذه عبارة عن الامثال، ناقصا هذه صفر لان اخذناها الريفرنس، زائدا اكستنت 1 واكستنت 2 في دلتا اتش ريأكشن، فتكون قيمة كيو ماينص 288.76 كيلو جول على سكند، يعني كيلو وات، يعني هذه كمية الحرارة المفروض نسحبها من المفاعل كي يخرج بدرجة حرارة 400، يدخل ب25، و يعني هذا المفاعل بالرغم من انه سحبنا حرارة من عنده ولكن بقت المجرى الخارج بدرجة حرارة 400. طبعا نقدر ننزل هذه 400 نسويها 200 نسحب حرارة أكثر، نسويها 300 نقدر نسحب حرارة أكثر، نسويها 100 أيضا كمية الحرارة المسحوبة، وأيضا نقدر نسوي كمية الحرارة، نقدر نسوي مثلا درجة حرارة الـ N 25 والاوت 25 اذا سحبنا كميات كبيره جدا من الحراره، طبعا الحراره اشارتها سالبه معناها تم سحبها من المفاعل. المثال الثاني هنا ايضا تفاعلين اللي هو الميثانول، احتراق الميثانول مع الاكسجين، التفاعل الاول اللي هو ينتج HCOOH هذا و H2O، التفاعل الثاني الميثانول مع 1.5O2CO، هذا التفاعل الثاني وهذا هو التفاعل الأول. طبعا هذه الميثانول، هذه المادة اللي هو ميثانول درجة بمعدل تدفق 240 مول كرمل، وأكسجين O2 at rate 240، يعني الميثانول 240 والO2 240. هنا تلاحظون القيمة تختلف عن المثال السابق اللي تطرقنا إلى الميثانول الأكسجين، هناك نتكلم إنه ستايوكيمتريك يعني كما موجود في المعادلة، هنا لا، أعطاك قيم حقيقية للمواد الداخل للمفاعل. هنا feed to an isothermal reactor at 25، ميقول isothermal reactor معناها التفاعل المفاعل يشتغل بثبوت درجة الحرارة، يعني الـ N 25 أيضا الـ out يكون 25، بين التفاعلين يحدثان في المفاعل. The flow rate of the reactor 520، يعني هذا قيمة الفلو ريت الكلي، هاي معلومة رقم واحد. المعلومة رقم اثنين no oxygen was found in the reactor product stream، يعني ماكو اكسجين في المجرى الخارجي، يعني N dot O2 out صفر. احسب كمية الحرارة اللازمة لجعل هذا المفاعل يشتغل بثبوت درجة الحرارة، واحسب الفراكشنال كونفرشن اوف ميثانول، هذه العبارة معناها نسبة التحول للميثانول. الميثانول طبعا هو يتفاعل في تفاعلين، معناها لازم نحسب X1 و X2، مجموع X2 زائدا X1 يتمثل التوتال كونفرشن اوف ميثانول، وايضا يريد السلكتيفيتي ويريد الكونفرشن فور فورميك اسيد، طبعا الفورميك اسيد اللي هو هذا HCOOH، يعني هذا التفاعل الاول لانتاج الماده المطلوبه. ايضا بنفس الطريقه يجب ان نعمل الماتيريال بالانس في البدايه وبعدين الانرجي بالانس. الكميات 240 و240 إذن نجمعهن، هذا بالنسبة إلى الـ N، الـ Out راح يكون 520،
هسه لو نجمع دني مع بعض 240 مع 240 صفير نادي راح تكون 8480 الان، في حين ان الاوس معناها 520، معناها هذا التفاعل مصحوب بزيادة في عدد المولات. ونلاحظ ايضا هو مصحوب، يعني هذه مول واحد ومول واحد مولين ثلاثة وبواحد ونص اربعة ونص، في حين انه الاوس واحد اثنين ثلاثة واثنين يكون خمسة. نجي الماتيريال بالانس، هذه طريقة عمل موازنة المادة للرياكتر. ان دوت ميثانول بالاوت يساوي للان اللي هو 240 بالنسبة للميثانول، ناقصا اكستنت 1 يستهلك في التفاعل رقم واحد، طبعا هذه ايضا لان المعامل ماله هنا كان واحد، ناقصا اكستنت 2. الفورميك اسيد صفر ما موجود بالإلة، زائد اكستنت 1 ينتج في التفاعل رقم واحد. الH2O ايضا ما موجود بالإلة، ينتج في التفاعل رقم واحد والتفاعل رقم اثنين، وهي اثنين معناها الستايكومتريك ماله بالمقابل. بالنسبة للCO2 ايضا صفر زائدا اكستنت 2 ينتج في التفاعل رقم اثنين. بالنسبة للO2 الانلت 240 ناقصا اكستنت 1 يستهلك في التفاعل رقم واحد، وايضا يستهلك في التفاعل رقم 2. ان دوت 3 هذه ان دوت 3 معناها عدد المولات الكليه في مجرى رقم 3. التوتال اذا جمعناهم هذا، يعني هذه التوتال، يعني هذه جواها خط، معناها الميثانول والفورميك اسيد والاتش 2 او سي او 2 والاو 2، اذا جمعناهم مع بعض راح يطلع لنا 480 اللي هي 240 مع 240 480. الاكستنت 1 راح تختصر، يعني هنا راح يكون ماينس اكستنت 1 وماينس اكستنت 1 ماينس 2 اكستنت 1، وهنا عندي بلس 2 اكستنت 1 تختصر، فتبقى المعادلة طبعا الان 3 معروفة قيمته 520، لذلك نقدر نحسب الاكستنت 2 يصير 80. هذه ليست جرام مول وانما مول على مليت، لانه مفهوم الجرام مول تم الغاؤه منذ فترة طويلة. اذا عرفنا الاكستنت 2 لازم نعرف اكستنت 1. عندنا أحد المعلومات تقول إن الأكسجين اللي موجود بالأوت صفر، إذا هذا صفر ويساوي 240 ناقصا اكستنت 1 ناقصا 3 على 2 اكستنت 2 يساوي صفر. اكستنت 1 هذه عفوا اكستنت 2 80، إذا هذه صفر هذه صفر يساوي 240 ناقصا اكستنت 1 ناقصا، يعني هذه معناها 3 على 2 معناها 1.5 في 80 يصير 120. من عندها نقدر نحسب اكستنت 1 اللي هي 120 بعد حساب الاكستنت. طبعا دلتا اتش ريكشن موجودة، الان دوت ايضا موجودة، نقدر نحسب كمية الحرارة للايزوثيرمال، ولا ننسى انه الايزوثيرمال بدرجة حرارة 25. هنا تلاحظون المعادلة تم اختصارها كيو تساوي دلتا اتش رياكشن او الصميشن، يعني لو نرجع الى هذه المعادلة، هاي المعادلة احنا المفروض نكتبها الى هذه المعادلة، هاي المعادلة كيو تساوي الامثال بمال الاوت ناقص الامثال بالان زائد اكستنت 1 في دلتا اتش ريكشن 1 زائد اكستنت 2 في دلتا اتش ريكشن 2. في هذا المثال الان والاوت المفروض في درجة حرارة 25، اذا هذا الامثال بالانتجريشن مال راح يكون من 25 ريفرنس الى 25 ان راح يصفر بالنسبة الى الاوت، بالنسبة للاوت اقصد من 25 ريفرنس الى 25 الاوت يصفر.
الان ايضا من 25 ريفرنس الى 25 ان يصفر. اذا صفر هذا الحد مع هذا الحد راح يبقى فقط الكيو عباره عن اكستنت 1 في دلتا اتش رياكشن 1 زائد اكستنت 2 في دلتا اتش رياكشن 2. لذلك تكتب المعادله هذه ليست كيو، الكيو تساوي دلتا اتش رياكشن. طبعا دلتا اتش رياكشن هنا يحسبها من الفورميشن كما تعلمنا سابقا، او يحسب او تكون موجوده في السؤال. اذا Q تساوي summation extent I في دلتا H reaction I، وبالتالي extent 1 في دلتا H reaction 1 زائدا extent 2 في دلتا H reaction 2 زائدا 0 زائدا 0. الصفر هذا معناها الانثالبي مال الاوت صفر، يعني من 25 الى 25، والانثالبي مال الان ايضا يكون صفر لانه الانتجريشن من 25 الى 25. القيم كلها معروفه الاكستنت 1 والاكستنت 2. نقدر نحسب كميه الحراره، يعني هذه كميه الحراره كيلو جول على منت، طبعا نقدر نحولها الى كيلو جول على سكند بالواط اذا طلب. هسه نريد نحسب كميه الفراكشنال كونفرشن اوف ميثانول. اذا نريد طبعا اذا نريد نحسب مثلا اكس 1 هذه حاسبها الكليه، اذا نريد نحسب نسبه التحول للتفاعل رقم 1 نقدر نقول هذه، نقدر نقول مثلا انه اكس 1 انتبهوا لها انه اكس 1 راح تساوي لي ماينص المعامل مال الميثانول اللي هو ماينص 1 في اكستنت 1 على ام دوت الميثانول. فاذا اريد اكس 1 راح تساوي لي اكستنت 1 على الان، الان معروف 240، اذا اكس 1 راح تكون 120 على 240، 120 على 240، وهذه تقريبا راح تكون 0.5 50% اللي هو التفاعل الاول. التفاعل الثاني ايضا راح تكون ماينس المعامل مالها، يكون ماينس 1 في اكستنت 2 على الان، اكستنت 2 هي كانت 80 على 240 هي راح تطلع 0.33 something. هذه اكس 1 بلس اكس 2 اذا نجمعهم راح يطلع لي 0.83. اما السلكتيفيتي فهي راح تكون هنا عدد مولات الفورميك اسيد على عدد مولات المادة. يعني اذا نرجع نشوف شنو تعريف السلكتيفيتي في بداية الشابتر اللي هو السلكتيفيتي اوف فورميك اسيد. فورميك اسيد هو ينتج بالنسبة للتفاعل الاول، هذه هو الفورميك اسيد. إذا نريد نشوف السلكتيفيتي كما وضحناها سابقا، هذا المفروض تكون تعريف السلكتيفيتي مولز اوف ديزايرد برودكت، يعني الفورميك اسيد كميته، يعني ام دوت فورميك اسيد بالاوت اللي هو راح يكون صفر بلس اكستنت 1 على مولز اوف ام ديزايرد. هنا الان ديزاير مرات ياخذونها لكلا، يعني جميع المواد غير المرغوب فيها، مرات لا ياخذونها بالنسبه للمواد غير المرغوب فيها للتفاعل الاول. هسه لو نجي مثلا لهذا التفاعل نشوف انه بالنسبه للفورميك اسيد هذه الفورميك اسيد هو المادة المرغوبة. من هي المواد غير المرغوبة؟ H2O غير مرغوب، و H ما أيضا H2O هو CO2. إذن أما تؤخذ بالنسبة إلى المادة للتفاعل الثاني، التفاعل الثاني هو ينتج هذه المواد المرغوبة غير المرغوبة، أو يؤخذ على أساس التفاعل الأول. فهنا مثلا السلكتيفيتي راح تكون
عدد مولات الفورميك اسيد اللي هو راح يكون ان دوت فورميك اسيد اللي هي 0+H1 زائد عدد على عدد مولات الماء. هذه عدد مولات الماء هذه بعد شنو؟ ومولات الـ CO2 يعني، لأن هذه غير مرغوب. أما احتمال نجمعهم مع بعض أو ناخذ الماء اللي موجود في التفاعل رقم 1، وكلا الطريقتين صحيحة. إن شاء الله نكمل في المحاضرة السابقة. شكرا جزيلا لكم.